اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مع سعادة نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانز، وذلك عبر الاتصال المرئي، حيث تم خلال الاجتماع تناول العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من قرنين من الزمان، وأهمية السعي نحو تعزيزها على كافة المجالات والأصعدة، وبخاصة مع قرب إتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أعرب نائب رئيس مجلس العموم البريطاني عن اعتزازه بعلاقاته الطيبة مع مملكة البحرين، حيث تسنى له من خلال زياراته السابقة الاطلاع عن قرب وكثب على التطور والتقدم المحقق في مملكة البحرين في كافة المجالات، ومنها ما تم في مجالات تعزيز العمل البرلماني. كما أشاد بجهود مملكة البحرين في مكافحة جائحة فيروس كورونا، والتي اطلع عليها من خلال المحاضرات المرئية السابقة التي أقامتها سفارة مملكة البحرين، والتي أتاحت له ولعدد من النواب فرصة الاطلاع على التجارب الناجحة في مملكة البحرين والمساعي المبذولة لمساعدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة. من جانبه، نوه معالي السفير بعمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تستند على أسس من الاحترام والتقدير وتبادل الرؤى والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا الحرص على الارتقاء بتلك العلاقات على كافة الأصعدة، وبخاصة في قطاعات التجارة والاقتصاد والسياحة والاستثمار، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.